بلد جناب حكندر نورنا يوك نحن بيسمع في رصاص. حتى اللحظة يا جناب الوالي ما وصلت الأخبار الصحيحة عن حادثة الغواص. كيف؟ كيف ما في إخبار؟ أنتم إيش تشتغلون؟ إيش مسؤوليات حضرتك؟ بترجعك معالي الملجأ، بترجعك تهدى شوي مشان أعصابك. أعصاب؟ أعصاب حضرة من صار فشوش؟ غواص برصاص حصل في هذا وقت جناب حكندر؟ إيه نعم يا جناب الوالي صار في غواص. معنى هذا كلام إنه شام شريف حوالي خطر، إنه ناس بيواجهون رصاص برصاص بسلاح. طبعا لا يمكن يصير هالشي يا جناب الوالي. عندي واحد من جنوب عثمان بيك، أنت لازم تسكن في بيمارستان. الله يسامحكم يا جناب الوالي. غريب أمور عجيب خصيات، غواص برصاص حصل في هذا الوقت جناب حكم دار. هذا واحد مقايس على روحه، لأنه رح نتعقبه ونجيبه لعند معاليك والكلبشات بإيدي. ايش بستنى جناب حكم دار؟ ايش بستنى؟ انت في انتظار هذا المجنون يجي لعند حضرتك وبيقولوا ها بيك مش حضرتنا؟ طبعا لا عثمان بيك، نحن بيقولي من زمان انه في باب عالي باسطنبول في مراقبات في ترصدات لكل ولايات شام شريف. نعم قلتوا هالشي. وفي هذا عام مع حجاج في بصاصين مولانا سلطان المعظم. بصاصين الباب العالي؟ ايفيتيا بصاصين ضروري بيفتش بيدور على مشاكل بنقول اخبار لمولانا السلطان. هي مشكلة يا مولانا. وفي هذا اليوم بيصير قواص، هذا مشكل خطير. معك حق يا معالي الباشا. فين صارت قواص؟ بحي الشاغور يا مولانا، بالشاغور. الشيط عثمان بك امر مولانا. انت شخصيا بيروح الشاغور وبيقلب شاغور فوقاني تحتاني. امرك يا معالي الباشا. لازم مجرم يجي قواص رصاص يكون قدام حضرتنا قبل ما يغيب شمس بكره. مفهوم؟ مفهوم يا معالي الباشا. شد حيلك يا ابو هاشم، شد حيلك. يا ربي يا رب. صلي على النبي يا ابو هاشم، صلي على النبي. سلم على الله، سلم على الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. امين يا رب. دخيلك يا رب. يا ربي شفاء اهلينا. نجي ونجينا من كل كرب عظيم يا رب. دخيلك يا ابو شهد ومن الى شهر عندك يا رب. الله لا يدرنا فيك يا هاشم يا خيي يا خيي. امي امي يا ابو هاشم. يا ابو لطفي خدي يدوق وجيبي لنا شوية زيت بلدي وحميه. حاضر يا ابو. يا خليني فوت شوفه. ولا يا ابو ولا بعدين. بس انا يا ابو. بعدين يا ابو بعدين اللي عم يداووه. يا رب يا رب اجبر بخاطرهم وخاطرنا. ومنين جبت الفرد؟ هذا دبر المرحوم الوالد قبل ما يتوفى بشهرين، وليكني الحمد لله استفدت منه وفضيت الفشكات بنص صدره للندل. كل هالقد قلبك مليان من رئيس الكركون؟ لك بس قلبي مليان، لو طلع بايدك انشلعت له جوزة حلقه بيدي هدول، بس ما قدرت غير اوصل. اوف شايفك متزاول منه اكتر مني. معلوم متزاول منه لانه شو؟ لك انت شو عم تسألك صياح؟ والله الشي اللي سوا معي بالكركون ما هضمته بنوب ما هضمته. لا ومشان شو؟ لأني حاميت عن ولد يتيم. هي أخذ جزاء على يدك وخسر عمره إلى جهنم الحمراء. أخ لو ما سبقتني عليه يا نصار كنت ناوي له نية غير شكل. لك سيدي هيك ربك كاتب له. على كل حال الحارة لسه ما نطفيت وهذول حصتي أنا بإذن الله. لك العمى بقلبك انبرغ ثاني والتعى قلبي ونشف علي ولا عمل ابهك. وانت عدل من طيب وعدل من عجيب. بس يا جناب الحكم دار. لك بلا حكم دار بلا بطيخ. افهم علي بقى يا بني ادم. الوالي طاير عاله من الشيء اللي عم بيصير. سيدي بكل الولايات بيصير هيك واكثر من هيك كمان. بس المشكله نحن ريحتنا فايحه وواصل الباب العالي. ريحتنا نحن؟ اي نعم. بقى مشان هيك في بصاصين مخصوصين جايين مع مبعوثية الحج، وحضرتك بتعرف شو يعني بصاصين.
أعوذ بالله، شلون كان؟ وإذا تشربك الوالي راح يرمينا لنا ويوقف يتفرج علينا، وصدقني ما في أقل من حبل المجنة. يا ساتر يا رب. لك المشكلة إنه كل حارات الشام ماشي مثل الألف من عدا الشغور. ما دبر لي حالك وحاجتك حركات خرندعية. يا ملطفية فهمية. نعم يا دبروا لي شوية شاش أبيض. شاش ما في عنا شاش. يا مو بينفع شي غطا من اغتيال البيت اللي عنا؟ بينفع، المهم يكون نظيف. ما بقدر شوفه هو بين حال. ما بقدر له. وكل الله بواجين، وكل الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يظلمك أو يأذيك. يا رب يا رب. أنت رجل مؤمن يا أبو هاشم. يا رب أصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا رب يا صدق رب. الله العظيم فوت أمري إلى الله. يا رب لو نعرف الخسيس اللي أوص على هاشم. بس أخ لو أعرفه لأمسحه عن وش الدنيا. مسح. شو عامل؟ شو أذنب؟ يلي أوص على هاشم مستقصد معلمي أبو هاشم، مستقصدنا كلياتنا، بده يلوع علمنا عليه. إلهي يبلي إيدي بالشغل يا حق. وحدوا الله يا جماعة الخير، وحدوا الله. لا إله إلا الله. نروح شوف هالولد شو صار فيه. طيب سليم إن شاء الله يا رب. أخ يا رب الله رجلي معكم يا جماعة. يا رب بسم الله. بسم الله. بسم الله. يا رب يا رب يا الله يا كريم يا قوي يا الله يا الله يا الله يا ستور. حتى لو عرفتوا من يوص بليوص أفندم أكيد هو. مين هو؟ صياح. اي نعم سيدي صياح، ما في غيره. تعرفون انه جب خطير، تعديد يكون اكثر من 20 نفر. هلا ما تردوا عليه. فندم صياح مثل زيباك بيهرب شابوك. سيدي بيكون قدامنا شلون بيختفي؟ ما حدا بيعرف شي. بيحط القاعد بالكف سيدي. ولك من عم علومكم واحد ولا تاني. فندم نحن مش كان عامل حساب انه هاد صياح اهجم على بيت ابو اجل. ما بتصدق سيدي، ما بتصدق بنوب. لك اللي ما بتصدق صار نهايته. ولا امروا سيدنا صياح وين بدك تكون؟ اكيد موجود في شابور كثير عالي، بتوزعوا دورياتكم على مداخل الحاره. ما بدي جنس مخلوق يطلع الا حتى تعرفوا مين هو. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا صرنا نشوف. يا الله يا الله. طمنا يا حسين. طمنا. الحمد لله. هاشم هلا بخير. والله هاشم بخير. الحمد لله بخير. بدنا نشوفه. عمي ابو هاشم نبه ما حدا يفوت على الاوضه بتاعته. ايه 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 ايه. كلياتكم حتشوفوه، بس طولوا بالكم شوي. لا اله الا بعدين معك اختي. بتصبغ انا اتفرع. خلصنا بقى اختي. مالك شايفه؟ مالك سامع عنينه؟ حمدوا الله وشكروه يلي زال الخطر عنه. عم تحكي جد ابو حسني؟ هيك قصه فيها مزح يا ابو هاشم. روح الله يبشرك بالخير يا رب. الا بعد ما يروح مفعول الشبه باذن الله رح يقوم مثل الحصان. والجرح اللي بكتفه يا اخي؟ معلش اختي، انا عطيت له دهن ريشه ودرور، بعد كم يوم ببسمير وبيمشي الحال. يا اخي شو عم تحكي انت؟ هي رصاصه مو شكه دبوس. كله جرح لك اختي. وهالجوره هي اللي انفتحت بكتفه يا ابو حسني. الف الحمد لله اللي ما وصلت للعظم. اللحم اوان بالحين، بس من هلا بدكم تديروا بالكم عليه من السخونه. ها ابو هاشم. نعم. الله يخليك، خلي هالبنات يفوتوا يشوفوا اخوه. يا بنت الحلال هلا وقتها. فحم قلبهم ولي علي وهن واقفين على الباب. ماشي الحال اختي، ماشي الحال. انا راي اغسل ايدي وراح ابعث لك البنات. الله يعطيك العافيه يا ابو حسني. الله يعافيك يا ابو هاشم. الله يقدرنا على مكافاتك. شكرا يا سيدي. اسلم ايديك. شو يا ابو هاشم؟ شو شايفتيني الصبي؟ املنا بالله يا ابو هاشم. يلا تفوتوا تطمنوا عليه من بعيد لبعيد وعلى نصتكم. ها تبويس تمجيق ما في، شعيق ودموع وبكي ما في. من أجيالها كلك
فوتوا يلا على محكم. ولا عم يتحرك لأنه لساته موجوع يا ياما. طب قلني له يا ياما مشان ارجع العب انا وياه. يا رب ولك انا بس بدي افهم انت وكلت كنت متخبي مثل ما قلت لي سيدي، بعدين انا فجأة سمعت الشباب حسني وعرفي وطالب عم يحكوا بسيرة نصار. لك انا شو بدي بنصار؟ طول بالك طول بالك. لك هلا بتعطيك ساعة مشان تقول كلمة، يا بيطلع لها طعمة يا ما ورا طعمة. الله يسامحك سيدي. اسمع لك الكار، انا مالي فاضل لك مصدي؟ إذا عندك شيء مهم قوله خلصني. طبعا في عندي شيء بدي أقوله وشيء كثير كمان. قول. أحكي لأشوف. طول بالك يا سيدي طول بالك. لما كانوا الشباب مجتمعين وعم يحكوا عن نصار فاز حسني وقال لهم انه بيعرف وينه. بترجع لسيرة نصار؟ طبعا سيدي طبعا بنرجع لسيرة نصار لانه نصار هو سبب كل هالبلاوي الزرقاء اللي عم تصير. شو عندك انت؟ يا سيدي يا سيدي يا حضرة الوزباشي خدني على قد حالي انت لخذ الزبدة مني وكب الباقي. الله يجيبك يا طولة البال. لما فات حسني بده يدور على نصار انا لحقته على الهسي. ايه؟ قام فات على زريبة الغنم تبع ابو حرب. ايه وبعدين؟ فدور على نصار ما لقاه عم دور ورجع قمت انا دورت وراه ورجعت ولك نفخت قلبي وبعدي لما رجعنا لقدام بيت ابو هاشم ما لقى لك غير المقوص جاي على الهسي وماشي على مهله وملتم حاله شو عرفك انه نصار وملتم جايك بالكلام سيدي جايك بالكلام بدي خبر عنه الباشا ويش فرهود ما لحقت لك تقول فص ملح وداء كركر داخلي منك ها روق سيدي روق جايك بالكلام وتلفتت لحتى اشوف وين راح ما لقى لك غير ضرب رصاص بهالجو وصار يشتغل من فج وغمي ولك ايه وفجاه وهو القواص شغال ما لقى لك غير واحد نط من على الاسطوح على الحيط على الطريق وقع السلوك عن وشه ومباشره بين انه هو نصار نصار ايه نصار وكان حامل مسدس بيده وصوبه نواحي بيت ابو هاشم وقال شو قال قال لك شو قال سيدي هو اللي قال انا ما دخلني وقال هاي خلصنا من يوز باشي الكلب هو اللي قال سيدي كان ناوي يقتلني اللي انا شوفك جاي اكيد عم تلها شو القصة؟ شوي تاني كنت كمشت الله سترني اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم لك قلت لك ما تخاطر بحالك انا بروح بس انت ما رضيت هلا اسمع بتقول فاتحين جبهة حرب مو هيك يا لطيف ومو تاركين نفر بكل الضابط هي الا جايبينه على الشاغور لك العمى شي بروس وشي بلاروس شو هالحكي مثل ما عم اقول لك الطير الطاير ما عم يقدر يفوت على الشاغور او يطلع منها وعاملين يسق على الحارة والضابط هي مخبوطين خبط معناها ما قدرت تفوت على الحارة لا تنحت وبدي فوت ما بعرف شلون لمحني شحود الكلب ايه هو لمحني من هون ونادى الأربعة من الضابطية وركض وراي مثل كلاب سلاقية يا عم شو هالحظات أنا شفت هالشوفة وإيدي بالهوا تفتي وطلعت بريم فوت من قرني وأطلع من قرني فوت من قرني وأطلع من قرني لحتى شلشتهم وضوعتهم بري عليك والله لأنه إذا عرفونا وين متخبيين ما راح يتركونا من شرهم والله كلامك مزبوط بس اخ شو كنت متمني اعرف شو صار باليوز باشي شغله مبينه ما بدها اثنين يحكوا فيها شلون يعني طالما قايمه قيامه الضابطيه معناته اليوز باشي عطاك عمره الحمد لله بس وينك صياح هي اخر مره بقبل تروح على الحاره وتخاطر بحالك بدالي خيرا من النوم الصلاة خيرا من النوم
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. شلونك عربي ان شاء الله؟ الله يسلمك يا رب. طمني شلونه هالشيء؟ ان شاء الله خير. الحقيقه انا ما بعرف شيء لانه ام صلحي وام نصار لساتهم هنيك ببيت ابو هاشم. شو هالحكي؟ اي والله اصبح هلا بنشوف ابو حسني وبنفهم منه القصه. مزبوط لانه هو تاخر معهم. اي نعم. يلا سيدي يلا بنشوف. يلا شريف شريف. فتاح يا مزار يا عليم يا كريم يا رحيم يا رب. ليه صباح الخير يا صباح الخير اخي. اهلين اختي. خير شبه نصار ما اجى هالشغل؟ ليش نصار مو بالبيت؟ لا حتى وقت كنا ببيت ابو هاشم نصار ما بين. شغلتي لي بالي والله. وين يكون راح؟ ما له بالبيت ولا عندكم، وما حدا شافه ببيت ابو هاشم لا قبل العواص ولا بعد العواص. مركدا كان نايم عند حدا من رفقاته. انو رفقات هدول اخي؟ كل احبابه واصحابه كانوا موجودين ببيت ابو هاشم لاذان الصبح. وين بيكون راح نصار يعني؟ والله عم تحكي مزبوط. عمام صلحي عمام صلحي لحق لحق. ما حدا عم بيرد، بالظاهر ما في حدا بالبيت. مشكلات يوك، نحنو بيخلع باب صقاق. لك طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعة، أكيد أصحاب البيت بالحارة هلا بيجوا. زمان يوك، في عجلة. الأوامر اللي معنا شديدة يا بحرب. لك أخي أعطونا مهلة. لك ليش المهلة؟ مازال الباشا شاويش فرهود بجلالة قدره عم يقول نفسه، ليش الاعتراض نفسه بقى؟ مزبوط الحكي. ما دخلكم أنتوا. مجادلات يوك، مهلات يوك، شاويش فرهود. يعطي أوامر يا أنفار يخلع باب صقاق. حاضر تعال أنت وياه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفي شوفي يا جماعة الخير شو عم يصير هون. يا سيدي جناب هون جايبين فرمان مشان يفتشوا بيت نصار. والفرمان من وين؟ فرمان من جناب حاكم دار محترم مش من كراكون. يخلع باب. ما في لازمة لكل المشاكل عمي. هاي أم نصار وصلت رح تفتح لكم الباب. بعد ليك بعد ليك أنت وياه. لك ليش هيك عم تخبطوا الباب برجلكم؟ شو شايفين باب خان؟ لك البيوت ما لها حرمة عندكم؟ افتحي الباب اختي افتحي الباب. تفضل معنا حجي تفضل شيخي شرفوا. يلا يا رجال يلا يلا يا حبيباتي كل واحد على شغله يلا كل واحد على دكانته يلا. شاويش شهود أفندي. العمى وصلي جابوك. نكت البيت نكت يكو تكرار من إله. انت بدك تضلك هابي شغلك؟ اوف طالب عم بيقوم بالواجب وزياده. يا بس معلميتك غير شكل صغري. اتركني يا ابو حسني اتركني الله يخليك. حاسس حالي اليوم مخنوق ومالي نفس ساوي شيء المره. طيب ماشي الحال مثل ما بدك صغري.
لا تاخذنا حسين. عن اذنك. الله معك. يلا يا رب. يلا. صحيح نسيت لك. مشان حكاية الحجة. ايه. انا شفته بياسين الدوجي وحكيت معه. ايه شو جوابه؟ قال لي قل له لابو هاشم لا يكن لك فكري. رح يأمن لك جمال. اخي انا كل اللي بيهمني راحة هاشم. بالنسبة لي مو فارقة. مثل ما بتعرف انا ناوي انه اروح الحجاز وارجع ماشي. ما مو فارقة. يا ميسر. الله معك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. خير. إذا بتريد عمي أبو هاشم، جناب اليوزباشي بده رصاصة لإصابة كتف المحروس هاشم. إيه؟ شو عليه؟ استناني شوي. لحظة لجيب لك إياها. صدقني من ليلة امبارح وبالي مشغول عليه. الله لا يشغل لك بال على غالي. على كل حال منيح ان قضت هيك مو اكتر من هيك لا سمح الله. ايه رب العالمين فضل علينا. غمرنا رجوشتنا بفضله. وان شاء الله رصاصة ما كانت رميئة. نشكر الله اللي ما وصلت للعظم. يعني انت متأكد من هالشي؟ طبعا ولو انا اللي نظفت الجرح ودهنته بدهن الريشة وأنا اللي ربطته. ويمكن أنت اللي سحبت رصاصة من جسمه هاشم. طبعا أنا. مين بده يكون لك أسيدة؟ الله يعطيك العافية. طمني حضرة اليوزباشي. مور أخي هاشم. إن شاء الله بيّن معكم مين هالقليل الوجدان اللي قوص علينا. طبعا وعرفنا مين وكمشتوه. طمن رح نكمشو وعن قريب. قريب كتير. الله يقويكم يا رب. عم تدعي لنا من قلبك يا حسني؟ أكيد من قلبي. شلون بتريد لك الحضرة اليوزباشي يتقوص ابن عمتي وضل ساكت؟ حتى لو كان اللي قوصه صياح. صياح؟ مين ما كان يكون لازم تلعنوا فاطسة سيدنا. أنتم متأكدين أنه صياح هو اللي عمل هالعملة؟ لسه بس بوعدك يا أبو هاشم أنه المجرم اللي قوص اليوم رح يكون بين يدينا. الله ويتكون. بس الحقيقة بدنا منكم تساعدونا شوي. نحن نساعد الضابطية سيدي. معلومك يا حضرة اليوزباشي نحن ما سبق وأصرنا لحتى نقصر هلأ. أنا بسموعياتي في ناس مطلوبين عم يتخبوا بالحارة وأهل الحارة عم تتستر عليهم. والله يا حضرة اليوزباشي بجوز اللي نقل لك هالكلام يكون غلطان. إن شاء الله إن شاء الله يكون غلطان. أنا بتمنى. ايه اخي ابو هاشم. امور. من بعد اذنك يا ابو هاشم بدنا نعاين الاسطوح وسطيح الجيران. تعاينوا الاسطوح؟ لانه اللي قوص قوص مع الاسطوح. ايه شو عليه؟ مثل ما بتكون. حسني. امور صهري. الله يرضى عليك. طلعنا ديلك صوتين على الجيران خليهم يتستروا. بامرك صهري. أمي أمي. نعم شوفي أنت التانية. العسكر عم يطلعوا على الأسطوح. بعرف. ليش عم يطلعوا على الأسطوح؟ شو بيعرفني ينضربوا منهم للأسطوح. شو بدهم يعملونا دق ودوس؟ شو بدهم منا هدول؟ لك أمي شو بيعرفني تركوني بهمي اللي فيني مكفيني. يا مو ما خفت سخونة هاشي؟ منين ولي على قلبي عم يقلي قلي ولا صحيان ولا وعيان. دخيلك يا رب. يا مو قلتك خرجي روحي السنة على الحج. ما بعرف شو رح يصير. يا مو خلوني السنة الجاية بقول انا بروح معهم مشان دير بالي عليه. لا بقلك انت التانية يا مفعوصة. ها الحمد لله اللي سمعتي يا بنك. كلهم ما بينادوني غير يا مفعوصة. سكتوا انتو التنتين مو وقت بنقرتكن هلا. راسنا عم يوجعنا ومالنا فاضيين نسمع جنس المشاحناتها.
باشا وش فرهود افندم بتكون العرضات وصلت على الحاره بتاخذ دوريتك وبتراقب لي العرضات بالشخص واذا بتلمح ورا صياح تمسكه باي طريقه باكي يا فندم بتخلص ماموريتك وبترجع لكراكون باكي ساينوز باشا امشي تفضل سيدي تفضل انا زيد فضلك يا ابو هاشم طمنا جناب اليوز باشي دخلك بين معك شيء والله يا ابو حسن بين شغلات كثيره مثل ايش يعني شو رايكم انه صياح ما دخلوا بها الشغل من اولها لاخرها يأمرني ربك انا قلبي كان قايل لي انه صياح لا يمكن يضر ابو هاشم او يضر حدا من اهل حارته صح يا ترى قلبك قال لك مين هالمجرم اللي قوص على هاشم؟ هي اللي ما قدرت اعرفها بس نحن عرفنا مين مين يا حضرة اليوز باشي؟ متأسف لك يا ابو هاشم انه الجاني طلع من اقرب الناس لك شو هالحكي؟ مين طلع؟ نصار نصار؟ مستحيل اذا بشوفه بعيني ما بصدق إيه ما في عاقل بصدق الكلام نوب هذا اللي صار والدلائل صارت بين ايدينا نصار يعني هيك شيء طيب ليش شو الداعي الداعي واضح ومبين يا ابو هاشم فسر لنا جناب اليوز باشي فسر وضح فسر طبعا لانه شغله بتحط العقل بالكف يا جماعه اتذكر يا ابو هاشم ما في خلافات بينك وبينه لقليل الوجدان؟ أعوذ بالله شو هالحكي هذا؟ يا أخي أنا بعزل نصار كثير وعندي أبي مسابة واحد من أولادي حتى بده يصاهر ويجوزه بنت من بناته يجوزه بنته؟ المهم خليني أشوفك بعد شوي بالكراكون بتكون عرضة الموارد وصلت ولازم تكون بالحارة مشي يا أبو هاشم؟ مشي مشي ما بدك تحضر العرضة؟ بيصير عطوراتي وما يحضر يوم نقل الموارد قولتك خذنا طريق يلا يلا طريق يا حريم تفضل سيدا شميتوا لي هالروائح الطيبة اللي كانت عم تهفف بالعراضة يشهد الله علي بتفلفح القلب من جوا طلبة؟ يا حزرك يا حزرك ريحة شو هي اللي كانت عم تهفف؟ ريحة ماورد هلا هيك ريحة الماورد قوية لهالدرجة؟ يعني ماورد تقطير المزة ورايح لبيت الله الحرام وللحرم النبوي الشريف شو بدك يا يكون؟ صحيح بس يا سيدي امبارح اللي ما شاف كفرسوسة ما شاف شي صحيح مبارح كانت عراضة الزيت ما؟ وشوف يا حبيب قلبي الظروف اللي تحملت عجمال ودارت البلد هذا يا سيدي نزلوا من كفر سوسة لباب السريجة لباب الجابي لسوق الطويل على جامع الأموي ومنه على الكيلة هي راحت علي أخي بتعوضها سنت الجاية يلا على إذنكم رايع على الدكان وين طلبي؟ ما بدك تروح لعم بيت الشماء اليوم بدهم يصبوا قوالب الشمع اللي بدها تروح على الحج اي والله اخي بحاول خلص شغل على بكير لحتى اروح على بيت الشماع يلا السلام عليكم الله معك طلبي حسني ما عرفت اللي سبب روحة ابوك وابو هاشم مع اليوز باشي السبب يا ابو هاشم صار مبين مثل هي الشمس يعني برايكم مشان قصة الخطيبة لا بدك تروح لابعد من هيك بكتير لقبل 7 سنين وتتذكر منيح اوف
قبل 7 سنين. أي نعم. بهذيك الأيام بداية الحارة نصار تركت مرت ابنها نصار وراحت تولد أم هاشم. صحيح. لما رجعت من نصار على بيتها لقيت مرت ابنها ماتت هي والولد يلي ببطنها. انظر نصار يعني لو عاش لكان بعمر ابنك هاشم. وقت برح نصار وعد كل هالمدة ناطر تعويض. ايه كمل. قام طلبت جوزة وحدة من بناتك وانا قبلت رح اعطيه بعد ما برجع من الحج بإذن الله. هو اعتبر التأشير هذا أدفع وصمم ينتقم من اللي بيعتبره أصل السبب ابنك هاشم. لا 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 مو معقول مو معقول يا رجل. أعوذ بالله نصار مستحيل يعملها. الدليل من إيدينا. بكرة لما بينكبش نصار لح يعترف قدامك بكل شيء. صار معك اخي لقيته؟ ما خليت محل يعتب علي ما لقيته. عم يقولوا رئيس الكراكون عنده اثباتات على نصار انه هو اللي قوص على هاشم. حكي فاضي هاد ما بيطلع منه شيء. لا تقيمي هالحكي من ارض بنوب. ايه مجنون يحكي وعاقل يسمع. مين رح يصدق هيك حكي؟ لك وين راح وين اختفى؟ ما هي المشكله لو كان موجود كان حط اصبعته بعين كل واحد عم يتهمه. ما راح يهدى لي بال الا انا اشوف ابني بعيني. بليلا 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 مرغبتي وعلى النار سلاوكي. يا مرهم يا عشان بليلا بليلا. السلام عليكم. صايق الارم لا صايم يوز باشي محترم. طب من جبت فرمان؟ البيت يا فندم. عفرم باشا وش فرمان عفرم. بتروح على الجامع بتعطيه المادة الريحانة بتخليه يقرأ مع المادة وخليه قوي صوته. بدي اسمع كل هالشغور. باقي يا فندم. بدك تقتلني يا نصار الكلب لنشوف. راكب زاتر شيخ ريهان. يا جبار شيخ ريهان. يا جبار واي اين انتم فيلان؟ يلا يلا جيبني جيبني. نعم امر امور يا حضرة الباشاويش. شيخ ريهان. نعم. يا خود هاد فرمان بينادي من مدانية تبع جامع بأوامر مولانا والي محترم. فرمان ومشان شو هالفرمان؟ ميكروفوك فوق شدي. ما بدنا نعرف شو فيه. يوكر يا شوك ميكروفوك. يعني فرماناتكم مو معروفة ذاتا ما عاد تفرق معنا شي واللي بده يصير يصير.
يعني انا شبعان يا عليم الله رح اوقع من جوعي. شهود ما في كروانه؟ ومنين بدي اجيب لك الكروانه يا حضره الباشا ويش؟ بيروح بيدور على اكل في بيوت. انا بيوت هاي بيوت في هارات. اذا كان التجول ممنوع وقبل منع التجول كان الفرن واقف على الخبز، بقى مين بده يكون في عنده شيء؟ تقروا بيني وبينك لك يا الله يعين العباد. الله يعين عباد، الله يعين احنو. يلا يلا بيرو بيعمل جولة على دوريات في عرات. يلو واي 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 الله يعين عباد. لوين انت وياها؟ بعد منطلينها بعد، لسه كل ما مر انا من حاره بتقولوا ممنوع. طالعه برات البيوت ممنوعه، يلا انت وياها على بيتكم. لك شلون بدي ارجع على بيتي؟ انا دايت الحاره وفي مطلقه بدها تولد. وتولد؟ مين ماسكها؟ لك اسمعوا هالحكي اللي عم يحكيه، شلون بدها تولد من غير دايت؟ اهلها بدبروا لها دايت. يا ابن الناس، هي بدها يفهم بقى. عم اقول لك ممنوع، واذا بتجادلوني اكثر من هيك باخذكم على الكركون وبحبسكم. ايه ما بتحبس غير بابوشتي، اسع من وقتك. وافي اعمل لك احسن لك ها؟ شوفي انت وياهون وانتو ليش طالعين برات بيوتكم ها؟ شو ما عندكم حريمات؟ ما عندكم اهل؟ يعني شلون ما عندنا اهل ها؟ اختي ام نصار دايت الحاره، رايحه تولد مطلقه متعسر عليها بطلق. ها؟ وين هاي المطلقه؟ هون بالحاره. اذا كان هيك بسيطه، الدايه بتروح لعند المطلقه والثانيه بتروح على بيتها. كتر خيرك يا ابني، الله لا يعسر طلق على حريماتك. الله يسمع منك يا رب. يلا يلا. خرجيني اشوف. لا لا الحمد لله الجرح كثير كثير منيح. يعني طاب خالي؟ يعني هو ما طاب طاب، بس باذن الله بمده قريبه رح يطيب وما رح يبقى له اثر. لك من تمك لابواب السماء يا رب. اصبح ما رح تتعطل روحتكم على الحج. اعوذ بالله، شو تتعطل؟ النذر لازم ينوفى. بدنا بقى يفكوا منع التجول لحتى كل واحد يروح يعمل اغراضه. ليش انت كمان رايح الحج خالي؟ لا حبيبتي مالي رايح السنه، انا ابي خالك حسني هو اللي راح يروح بدالي. يخزي العين، نص اهل الحاره رايحين على الحج السنه. وين نص الحاره؟ من عنا بس ابي واخي وابن خالي حسني والشيخ ابو العالمين وخالتي ام نصار ونصار. نصار؟ ليش وينه نصار هلا؟ عاد له عيني ورجينا وشه بعد اليوم. وكلي الله يا بنت الحلال، ما بيجوز نحكم على نصار قبل ما نشوفه. نشوفه؟ نصار يفوت بيتنا بعد اليوم؟ أبي عم يقول إنه نصار مظلوم. اخرسي أنتي وسدي حلقك وما تتداخلي بشي مالك فيه. هي خالتي نصار. وقفي، أنا بفتح لها. فهميني بالأول ليش؟ بدي شوفه. بدي حكي. شو بدك تقولي وشو بدك تحكي يا عم نصار؟ انت خليني حكي. ماشي خليها تفوت. تفضلي اختي تفضلي. اهلا وسهلا، شرفتوا سيدي، تفضلوا شرفوا. ما انا جايين نتفضل. ايه مثل ما بتأمروا سيدي، امروني. بدك تروح معنا؟ لوين؟ لوين يعني؟ عالكركون، جناب اليوز باشي طالبك. وشو بده مني؟ ما في مصلحة مشتركة بيني وبينه. لا بلا علاك، امشي. علاك؟ عم تقول عم حكي علاك يا شحو؟ وعلاك مصدي كمان، شحطو. لا بلا شحط بلا بحتة الترين. لوين هذين الرجال؟ ولي عليكم ولي على عيونكم. يا أخي أبو هاشم اسمعني لآخر كلامي، بوس إيديك. استغفر الله. تفضلي أختي تفضلي. مثل مو نصار ابني، هاشم ابني كمان وما بيهون علي فيه. هاشم قولي على امه هالمسكين. والاخ ما بيفرط باخوه، ولا الاب بابنه، ولا الوالده بولدها. قولي على قلب الام، شو بده يتحمل لا يتحمل. انا بدي منكم شغله وحده بس. خير ان شاء الله. تحققوا، واذا ثبت هالشي على ابني لا ارد جوزي تحلى بسنان.